بمنطقة بالحسكة لعائلة بسيطة وفقيرة طبعاً، 11 شخص. وعائلتي عائلة قروية طبعاً. أنا كنت بتابع الصحافة، كنت صحفي يعني مبتدئ. بعدين كتبت شعر، الشعر كان حدث كثير، كنت بقرأ كثير بتابع، كنت باخذ شيء 4 كتب بالمكتبة الموجودة بالحسكة. فيما بعد قررت إنه 17 سنة أكون رسام. فكرت إنه الشعر ما بيكون كمسيرة حياة مهنة إنه ممكن بعيش منه بشكل جيد، قررت أكون رسام واشتغلت على الموضوع هذا، غيرت الاسم تبعي، كان اسم سبحان حسين محمد، صار سبحان آدم. وزمن وعجلة يعني مشان أصفو الذهنية بمعنى إني أرسم. هذا يستلزم وقت يعني. مسألة الحوار مع الآخر لا يوجد حوار. من الخطأ إنه يوجد حوار. أفكر إنه أنا الرسم تبعي هو بيقدم كيف نقول إنه نصيحة أو فكرة أو بيوضح الألم الإنساني يعني. أو بيقدمه بطريقة حقيقية. طبعاً بصفتي رسام أنا برسم، أدواتي هي طبعاً خطوط ألوان. لو أكون موضوع آخر يتحدث بلغة أخرى طبعاً. بشوف إنه هاي هذا عملي، هذا واجبي، هاي مهمتي. الفن حياة مختلفة عن ما أعيشه بالواقع يعني. الفن تبعي فيه اضطراب، في قلق، في فورة، في غضب مثلاً، في قساوة، وحسب تحولته طبعاً. بس بالواقع المعيشي اللي بعيشه أنا هو مختلف عن اللوحة. اللوحة هي يعني ممكن نسميها هي فكرة الثقافة عن المشاكل الموجودة في الحياة، كيف نظرتي للأشياء مثلاً. أنا ما عندي هذا المزج ما بين الحياة ما بين اللوحة، اللوحة شيء، الحياة شيء. ما عندي مستقبل، المستقبل أصبح ورائي. كل ما أتمنى إنه بيزبط بيشتغل عليه أنا زبط وأكثر مما توقعت يعني. بعيش يعني ما بعرف، أنا بستغرب على أشخاص بالحياة مثلاً إنه كيف ما وصلوا بحياته من الشيء. أنا أتوقع الإنسان هو بيورث نفسه يعني. أنا أتوقع إنه لازم يشتغل هو على الفيلم تبعه من دون لا يسمح للمجتمع أياً كان، فرد، جماعة، أسرة، مجتمع، ثقافة، أياً كان، إنه بيشوش الفكرة تبعه. أتمنى كل الناس يحققوا كلهم أحلامهم، لكن هذا بيسعدني. أنا بفتخر بأي نجاح، أي إنسان يتعامل بجدية بحياته، بعمله، بكل شيء طبعاً. احكي الحقيقة، لا تخاف، لا تركن لظروفك. بيقول لك شو الفاشل هو من يترك ظروفه على الفشل. ما في ظروف، قاوم، أعمل، اشتغل، استمر إلى الأمام، كله بيزبط.